وكان مانويل جوزيه معاكم. مانويل جوزيه تفتكر يعني الشغل اللي كان بيعمله معاكم الاداء الفني، دايما اتحدث عن مانويل جوزيه مع لاعبين لعبوا مع مانويل جوزيه، ده مدرب عظيم داخل مصر يعني. طبعا طبعا هو مدرب كويس جدا جدا جدا، كان بيعرف يتعامل مع النجوم، كان بيخلي يعني هو انا بقول ان هو اول ثلاث سنين كان عامل العداله في العداله في الفريق. لو انا قليت يعني حس ان انا عملت كده غمضت عينيا، حتى لو انت مكسر الدنيا قبل كده بيقعدك على طول. يعني في ناس كتير قوي كان بيطلعها بعد ربع ساعه و10 دقائق وفي ناس نجوم كانت مثلا ما بتلعبش تلاقي نفسها بتنزل. فكان العداله هو عامل العداله ديت، فكانت هو ده اللي مدي المردود الكويس للفريق، وكان كل بيدوا اقصى طاقه. لو مفيش حد ضامن مركزه بالظبط، مش انا نجم الفرقه فانا كده كده هلعب بالزبط. يعني حتى يعني انا 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 في اوقات كتير قوي بركات اللي هو يعني بالنسبه لي احسن لعيب كان في الفتره دي، فكان شغال كويس ناحيه اليمين وعمال يعمل 1 2 وشغال، فراح له بركات فبيعمل كده بركات فقال له زيرو. قلت له يا نهار اسود هيعمل ايه تاني؟ قلت له بركات انت بتاخد زيرو، امال احنا هناخد ايه؟ طيب